ظاهرة الصيد الجائر في العراق. هذه الظاهرة الآخذة بالتفاقم، حيث يلجأ صيادون لاستخدام الكهرباء في صعق مساحات واسعة من المياه، ما يعني موت الأسماك الصغيرة قبل أن يكتمل نموها. نشاهد ما تم توثيقه في هورلي فود جنوبي العراق من صيد جائر باستخدام الكهرباء في المقطع الآتي. تفضل دولة جماعة الأجهزة. هذا كله صغار موت. واو دمروا العراق والله العظيم. دمروا العراق دولة. هاكم شنو رأيكم بيهم؟ سقطوني. سقطوني دولة. واو تفضل. تفضل. تحكي وياه أقول لك مصدر رزقي. كل شيء زين.